السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. عواشركم مبروكه، رمضان كريم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديال السردين مشوي في الفرن مع بطاطا. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال كيفاش توجدوا هذا السردين. كيجي رائع، لا في المذاق ولا في الشكل. طريقة سهلة بزاف. غنبدأ على بركة الله. كنوجد البطاطا هي الأولى، كنديرها كتسلق في الماء على نار مهيلة. بعد ما كتسلق البطاطا كندير في المقلة شوية الزيت الرومية، شوية الملح، شوية البزار، شوية القزبر ومعدنوس، والبصلة قطعتها رقيقة بزاف. وكنضيف البطاطا بعد ما كنصفيها وكنضغط عليها بحال هكا بالفرشيط حتى كتعجن مزيان، وكنخليها حتى كتشحر مزيان مع شوية الملح على النار مهيلة دائما. صافي، ها هي وجدة. بعد ما كنوجد البطاطا كنخليها تبرد شويه، وتنوجد السردين اللي نقيت من قبل كنستفو بهذه الطريقه. وكناخد البطاطا كندير فيه كويرات على هذا الحجم، باش كنوضعهم في الوسط ديال السردين اللي وجدت كيف كتشوفوا معايا. كنضغط عليه شويه بيدي وتنجمع السردين بهذه الطريقه واحده على واحده. كيف كتشوفوا معايا، وكنضغط عليه في الوسط شويه باش نحط الزيتون بحال هكا. الزيتون يمكن لكم تحطوا الزيتون اللي بغيتو. ندخلو الفرن على نار مهيله. حتى كيطيب، نص طيبه. ومن بعد كنوجد الشرموله باش غادي نسقيه. تنوجدها بشويه زيت الزيتون، شويه الكمون، شوية البصل، شوية الملح. صافي، كنخلطهم مزيان. حتى كيتخلطو مزيان عاد كنسقي بيهم الحوت. بعد ما كيطيب نص طيبة كنخرجه من الفرن وكنسقيه بهاد الشرمولة البنات وجدت معكم شوية بشوية بحال هكا بهذه الطريقة. هاد الشرمولة كتعطيه لذة، كيجي لذيذ ورائع البنات، لا في الشكل ولا في المذاق. جربوه، الطريقة سهلة بزاف وما كياخدش وقت كتير وصحي. يوجد دغيا. صافي، بعد ما كنكمل كنسقيه مزيان كندخلو يكمل الطياب في الفرن حتى كيطيب وكنخرجو، كيجي رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال السردين اللي وجدت معكم اليوم البنات. والتقديم انتم ما تتقدموه بالشكل اللي بغيتم، كيجي رائع لا في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى انكم تجربوه، كيجي رائع في المذاق. كنتمنى البنات انكم استفدتوا معايا، ولا عجبكم الفيديو ديروا اللايك وبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم كدعم ليا. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه بزاف اللي كتعجبني، وكنشكركم على مشاركتكم في القناه. وكنقول لكم مرحبا بكم البنات الجداد اللي انضموا للقناه، نقول لكم مرحبا بكم والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.